في هذا العبور الخطير من فضول الاستكشاف إلى جنون الاستهتار، بالتدريج تحول فضول الشاب إلى إدمان قاتل، بقي عليه 15 عاماً. أما أصحاب السوء كانوا كعواصف تحمله إلى أعماق الإدمان في ظل تأثيرهم السام، تلاشت بوصلة حياته. بداية اعتشت شخص كان معي بعمل تعطى، وأنا كنت وايد وياه بزيادة وشخص عزيز علي، فحبيت أني أصير نفسي عندي حب التجربة. جربت الشغلة هذه وكملت عليها. المواقف الصعبة اللي أنا مريت فيها الصراحة، أنا أمي وأبوي توفى وأنا أتعاطى، وكان حلمهم أن يشوفون أني أنا أتوقف، أنا الوحيد اللي بالعائلة كذي. خسرت كل شيء، خسرت وظيفتي، خسرت سياراتي، خسرت أملاكي، خسرت مكاني. يعني أنا وصلت لمرحلة أن خلاص صار ما عندي أي مكان أروح له. مادة الكيميكال هي أكثر المواد الكيميائية تداولاً بين الشباب، وتتمثل خطورتها في سهولة انتشارها ورخص ثمنها، فهي من أخطر المواد المخدرة. أعداد اللي يعانون من مرض الإدمان، خلينا نقول في السابق نعم كانت الأعداد ما يقارب 1000 وشيء، ولكن في الأعداد الحالية خصوصا السنة هذه والسنة اللي فاتت قاعد نشوف إن في تزايد، قاعد يوصل يعني ما يقارب 4 إلى 5000 تقريبا من حالات الدخول، أو نقدر نقول الناس اللي تعاني من مرض الإدمان اللي قاعد تدخل عندنا في المركز. قاعد نشوف بتزايد عندنا مادة الكيميكال، قاعد تصير بتزايد قاعد نلاحظها. طبعا الشبو والكبتي هذول الامور اللي موجوده، ولكن الكيميكال بتزايد مو بس بدوله الكويت، هم مستوى العالمي. تعدد المواد المخدره تعتبر من بين اكبر التحديات التي يواجهها معالجو مرض الادمان في مركز علاج الادمان. هذا التنوع يضفي طابعا معقدا على عمليه العلاج. فالفترة الأولى خصوصا الأعراض الانسحابية، هذا يضع نوع من المشاكل، يعني يضع نوع من التحديات. بعدين عندنا الصورة اللي بعدها اللي احنا نتعامل مع دافعية الشخص. مرض الإدمان مرض سلوكي، مرض مزمن. عدد الانتكاسات أو نسبة الانتكاسات في مرض الإدمان تقريبا ما بين انتكاسات مرض السكر ومرض الربو. النسبة مال انتكاسات مرض السكر ومرض الربو مقارب بينهم انتكاسات مرض الإدمان. بلغة التوعية نصنع جيلا يحمل ذروعا من الفهم ويختار طريق الحياة الصحيحة. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.